حانو خلال الفترة اللي فاتت في اهتمام كبير جدا من الدولة بالتنمية في كل محافظات مصر، ولو هنتكلم دلوقتي هنتكلم عن سيناء. التنمية اللي بتحصل في سيناء والتعمير مش بس على مستوى المنشآت والمباني والبنية التحتية، لا، في موضوع غاية في الأهمية هناك، وهو انه في تنمية على مستوى بناء الإنسان، إقامة فعاليات ثقافية وفنية، الاهتمام بمعارض الكتاب والحرف التراثية المشهورة جدا كمان يا بسنت في سيناء. يمكن ده الاهتمام اللي بتوليه الدولة عامة للمحافظات كلها، لكن بالذات المحافظات الحدودية ليها اهتمام كبير قوي بما يتعلق في بناء الإنسان والثقافة بشكل عام. امبارح تم افتتاح وإقامة عدد من الفعاليات الثقافية في رفح والشيخ زويد، هنعرف عنها تفاصيل أكتر من الأستاذ عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ بخان. صباح الخير يا استاذ محمد. يا اهلا بيك يا استاذ عمرو. يعني استاذ عمرو، حابين نعرف من حضرتك في البدايه زيارتكم لرفح والشيخ زويد كانت عامله ازاي واهميتها في الوقت الحالي ايه؟ والله هي كانت من زياره كانت مهمه جدا. اولا ده في طبقا للتعليمات دوله قناه الريس، توجيهات الريس بالاهتمام بتنميه شمال سيناء. احنا حاطين اولويه كبيره جدا لتنميه شمال سيناء، سواء على البنيه التحتيه أو سواء على بنية الإنسان وبناء الإنسان من خلال العدالة الثقافية. معالي الوزيرة طبعا برعاية مع الوزيرة الدكتورة نبيل الكيلاني امبارح، وبالتعاون مع محافظة شمال سيناء معالي اللواء محمد عفضي شوشة، امبارح كان في فعاليات بدأت امبارح بتاعة تنمية شمال سيناء، بدأت بفرقة أطفال. احنا طبعا التعاون ده كان في تعاون بيننا وبين التربية والتعليم، في بروتوكول بيننا وبين التربية والتعليم. احنا الشيخ زويد الأول احنا بدأنا في الشيخ زويد والعريش. الشيخ زويد احنا عندنا قصر ثقافي في الشيخ زويد، بس القصر الثقافي في الشيخ زويد داخل من ضمن البنية التحتية في الترميم. فالمكان عندنا داخل ترميم صيانة عاجلة السنة دي إن شاء الله بإذن الله. احنا في التعاون البروتوكول بيننا وبين التربية والتعليم، شغالين في التربية والتعليم في مدرسة الصنايع اللي موجودة في الشيخ زويد. امبارح كان في من ضمن فعاليات اللي حصلت امبارح اللي حضرتها معالي الوزيره ومعالي المحافظ، كان في عرض فني لفرقه فنون شعبيه اطفال صغيره الناشئين، وكان في بعض الورش، اربع ورش تراثيه، التوب السيناوي. طبعا احنا مهتم بالبيئه اللي احنا بنشتغل فيها. صحيح. تنميه شمال سيناء. سيناء لها طبيعه خاصه ولها ظروف خاصة، وظروف خاصة كمان طبيعة المقصور الشعبي بتاعها والفن الشعبي بتاعها جميل جدا. يعني احنا عندنا شمال سيناء من الفنون الشعبية المميزة. الورش في فرشة التوب السيناوي دي كانت ورشة مهمة جدا وافتتحتها معالي الوزيرة امبارح، وكان عندنا ورش الخرز والتطريز، وكان في ورشة بتاعة الفن التشكيلي للأطفال، أطفال الشيخ زويد. دي كانت الورشة الثالثة، والورشة الرابعة كانت الحلي وعمل الحلي، ورش الحلي. عظيم جدا. كنت لسه عايز اسال حضرتك اصلا يا استاذ عمرو عن مشاركة ابناء المحافظة في الفعاليات الفنية والانشطة المختلفة. طبعا ما هي امبارح كانت موجودة الانشطة دي كانت موجودة لاهالي منطقة الشيخ زويد. دي كان في الفترة الصيفية. والعروض كمان يا فندم، العروض الفنية. والعروض الفنيه هي فرقه الفرقه بتاعت امبارح كانت الفرقه الصباحيه كانت فرقه اطفال العريش، فرقه الاطفال العريش اللي عرضت في المدرسه، فرقه اطفال العريش للفنون الشعبيه اطفال. انما كان في الحفله بالليل في قصر خمس العريش، كان الحفله اللي حضرتها معالي الوزيره ومعالي الوزير المحافظ كانت فرقه بورسعيد للفنون الشعبيه. احنا ده كان اطار امبارح، النهارده في لسه ما زالت الفعاليات مستمره. النهارده عندنا في محاضرات شغاله بعد الصلاه ان شاء الله، في محاضرات ثقافيه، يعني هو نشاط مش ورش بس، لا ده احنا داخلين على حاجات ثقافيه، تنشيط ثقافي للاهتمام بالبناء الانسان، منها اللي هي النهارده في ثلاث محاضرات بعنوان تجليات سيناء في الابداع المعاصر. عظيم. في ثلاث محاضرين، الدكتور صلاح فاروق روايه، وكان في محاضره ثانيه الدكتور عبد الهادي حاتم عبد الهادي شعر عمي من ابناء سيناء، والدكتور مسعد ابو بدر. فده في ثلاث محاضرات النهارده ان شاء الله استمرار الفعاليات بعد صلاه الجمعه، يعني عشان النهارده في صلاه جمعه فاصله يعني مش الصبح، فنبدا الساعه 2 ان شاء الله بدايه الفعاليات النهارده الساعه 2 في المدرسه. وبرده في حفل غنائي بالليل موسيقى فرقه الانفوشي للموسيقى العربيه، وفرقه الانفوشي للموسيقى العربيه فرقه مميزه، يعني ان شاء الله هتبدا شغل سيناء. معالي الوزيره امبارح احنا وجهنا طبعا لتعليمات الدوله
ان في اهتمام دايم بسيناء وفي استدامه للورش والفعاليات الثقافيه. دايما اهتمامنا باهالي سيناء. طيب انا يعني بما اننا بنتكلم عن الاهتمام باهالي سيناء، خليني اقول انا منحازه شويه للمراه، فحابه اعرف المشاريع للمراه السينوية ايه هي والاقبال عامل ازاي؟ انا عارفه ان الفتره دي في انفتاح كبير قوي من قبل المراه السينوية على الثقافه، على المشروعات، على الشغل بشكل عام، فعايزه اعرف مشاريعكم ايه للمراه السينوية فيما يخص طبعا الحرف التراثيه وغيرها. طبعا من خلال الفتره الجايه زي ما عملنا ثلاث ورش، احنا مكثفين الورش ان شاء الله الفتره اللي جايه، ومن اهم الورش كلها طبعا وبلا استثناء الورش المراه، لان هي ورش المراه بتهتم بتطلع منتج عندنا كويس جدا، وهم عندهم حرف اهالي شمال سيناء عندهم حرف خاصه بيهم طبيعتهم زي الكليم البدوي. احنا الورش اللي جايه هتبقى فيه كليم، ورش الكليم، لان الكليم السيناوي ده من اهم المنتجات اللي عندنا، منتجات مصريه، لانه بيبقى منتج عالي الجوده، سواء الكليم الورش هيبقى فيه الكليم البدوي، عندنا التوب السيناوي طبعا احنا عاملينه وهنكرره في الشغال تاني، وعندنا في ورش تانيه زي الطرقع النحاس، تعليم الطرقع النحاس، ان احنا بنعمل نجيب النحاس وبنعمل طرقع النحاس، ففي عده ورش خاصه بالطبيعه وورش. هل هيتم اقامه معارض يمكن في القاهره وباقي المحافظات لبيع الكليم المراه السينوية والنحاس وكده؟ طبعا كل المعارض دي احنا بنقيمها وبنعملها. احنا عندنا في معرض كبير في تراثنا جاي، ومعرض بلدي، فالحاجات دي كلها كل المنتجات احنا بناخدها وبنعرضها في المعارض. هايل. طيب استاذ عمرو، لو حضرتك وكان اي حد كده من 10 سنين قال لنا ان الكلام ده هيحصل على ارض سيناء ما كناش هنصدق. من 10 سنين كان الوضع مختلف تماما، كان في حرب ضد الارهاب ودايما نتكلم عنها، وانه القضاء على الارهاب في سيناء يعني كان ليه ابعاد متعدده، ليس امني فقط بل كمان بالتنميه والعمران، وده حصل. الموضوع لم يقتصر على التنميه والعمران والبنيه التحتيه، لا ده احنا دخلنا في فعاليات ثقافيه وفنيه وعروض واشراك ابناء شمال سيناء في هذه العروض والفعاليات. شايف اهميه الوصول لهذه المحافظه ايه؟ طبعا ده من اهم المحافظات. يمكن انا لما حضرنا افتتاح قصر ثقافه العريش لما فتح كان خطوه جريئه وقويه جدا. النهارده انا مروح النهارده غير لما جيت افتتاح العريش، البلد مختلفه تماما كليا. مختلفة تماما من ناحية الأمان والمواطنين، لا في اختلاف كبير من ناحية البنية التحتية. احنا اهتمامنا بالمواطن هو محاربة الفكر المتطرف، ما بيجيش بس كده، احنا مع اهتمام الدولة بالبنية التحتية وبتاع لازم نهتم بالفكر والفكر والوعي الثقافي، ونلجي أهالي سيناء معانا. احنا لازم بنوصل لهم بالخدمة، ومعالي الوزير احنا أكدنا على كده امبارح، استدامة العروض الفنية واستدامة الورش والاهتمام بالنشأ والمواهب الصغيرة هي من اهم اسلحتنا ان احنا نقاوم ونحارب الارهاب. احنا كمان شايفين اهتمام دكتورة نيفين الكيلاني بحضور جميع الفعاليات زي ما شايفين مع بعض على الشاشة دلوقتي. احساس خليني اقول المواطنين السيناويين ايه بعد، خليني اقول ادماج ثقافتهم مع باقي مش بس المحافظات الحدودية لكن كمان محافظات الجمهورية، يا فندم احساسهم ايه؟ لا احساسهم متغير جدا على فكره. احنا داخل يعني في احساس كبير من الناس بالاهتمام على ارض الواقع بحضور معالي الوزيره، طبعا معالي الوزيره نبيل الكيلاني ومعالي المحافظ، اهتمام كبير، والناس حاسه كده، الناس حاسه بدور الثقافه، حاسه بدور الدوله المصريه اللي هي بتاثر معاهم وبتمد ايدها معاهم عشان دمجهم لنا، وان احنا بننهض بيهم وبنحارب الفكر المتطرف. احنا عاملين فعاليات ممتده الشهر ده والشهر الجاي كمان، احنا في برنامج اهل مصر، دمج حدود اهل مصر ان شاء الله الشهر ده داخل جاي معاهم هنا، في عندنا 150 شاب وفتاه عاملين هيقعدوا 10 ايام، من في جزء من اهالي سيناء شمال سيناء وجنوب سيناء وبقيه المناطق الحدوديه، عاملين لهم اسبوع ثقافي دمج كبير ان شاء الله باذن الله في النص الثاني من شهر 9. فاهتمام الدوله المصريه والثقافه بشكل خاص بمحافظه شمال سيناء ودمج اهالي سيناء من اهم اهتمامات الدوله ومهم اهتمامات معالي الوزيره دكتوره نبيل الكيلاني. عظيم جدا. حضرتك ذكرت برضو نقطه مهمه وهي الاستدامه، يعني احنا هنفضل مكملين في هذه الفعاليات الثقافيه والفنيه مش فقط حتى في فصل الصيف، كمان اثناء الدراسه وفصل الشتاء. لا يا فندم، لا الاستدامه ممتده معانا ان شاء الله باذن الله على مدار السنه باذن الله ومجدده السنوات اللي بعديها. عظيم جدا يا فندم، كل الشكر لحضرتك الاستاذ عمرو بسيوني رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.